This meeting is being recorded. Where did the marble end up after it was brushed down? When you describe the position of something, you compare it to object around. Position is the location of an object. قولوا معايا position. Position يعني المكان. Position يعني إيه المكان. Position is the location of an object. هو الموقع أو المكان بتاع الأوبجكت. You can use words like above, below, next, far away, from describe position. اقفلوا المايك. كله يقفل المايك. بصوا كلمة position يعني is the location of an object. بصوا الكلمات اللي أنا هكتبها لكم دي هي إيه ملخص المقال لكل صفحة موجودة عندي. تمام؟ هنصورها ونحطها في الجروب. تمام؟ position. البوزيشن قلنا هو ايه؟ location of an object. يبقى البوزيشن is the ايه؟ قولوا معايا location of an object. قولوا معايا position is the location of an object. تمام. يبقى البوزيشن position is the location an object of an ايه object of an object. يبقى البوزيشن هو اللوكيشن بتاع الايه بتاع الجسم اللي عندي او الاوبجكت اللي عندي. ايه الكلمات اللي بستخدمها لما اجي اوصف اللوكيشن؟ ايه الكلمات او اجي اوصف البوزيشن؟ above as far away above below below above يعني فوق below next تمام next to بجوار next to تمام far away تمام. يبقى عندي كلمة position is the location of an object. يبقى position يعني ايه يا شباب؟ is the location of an object. اما باجي اوصف ال position اقول ايه؟ اقول above blue next to far away next to far ايه؟ away. far away. تمام؟ يلا يلا يا علي قولها كده. ايه قول يا علي. علي وبعد كده علي احمد. لا انا علي احمد. مس انا علي احمد. في علي تاني. ايوه انا علي احمد. انت داخل من اتنين يا علي؟ لا انا داخل من واحد. طيب في واحد تاني اسمه علي. علي ايه اللي موجود تاني اسمه علي؟ اسمه علي ايه؟ محمد. طيب يلا يا علي احمد وبعدك علي محمد يقرا. يلا بسرعه. Consider the location of an object. You can use words like above, below, next to, and far away from to describe the position of an object. علي محمد. Position is location of an object above, below, next to, far away. far away far away. يبقى كده اللي قرا علي احمد وعلي ايه وعلي محمد. ماشي يلا يا ضحى. علي محمد. ماشي يلا يا ضحى. مس انا بتول. حاضر يا بتول بعدها. يلا يا ضحى. Position is location of an object above below next to far away. تمام يلا يا ضحى. يلا يا بتول. Position is locate is the location is a location of an object above Below next to far away. تمام كله يقفل المايك ما عدا اللي انا بنده عليه بس عشان الصوت. كله يقفل المايك. يلا سعيد وبعد كده سعيد سلطان. الاول سعيد وبعد كده سعيد سلطان وبعد كده زايد سلطان. يلا سعيد. سعيد معايا.
نعم. سعيد اسمك سعيد ايه؟ سلطان. سعيد سلطان وزيد سلطان. ماشي قول يا سعيد. Position is location of an object above above below above below next to far away. يلا يا حمد. يلا يا حمد. قبل نسيت هالكلمة بس. Position Position is location of an object above, below, next to, far all. Far away. يلا يا زايد. زايد أو زياد مش عارفة. زايد سلطان. Position is a location of an object above, below, next to, far away. تمام. حتى انا نسيته تقريبا كلنا كده قلنا. يبقى احنا عرفنا يعني ايه كلمه بوزيشن ويعني بنعبر عنها بايه. ده تدربوا عليه نفسكم كتابه وبعتوا لكم في الجروب. تمام يلا ناخد اللي بعد كده. دي الصفحات اهيت صفحات المقاليه. تمام اللي احنا هنتدرب معاها دلوقتي. ديستانس قولوا معايا. ديستانس قولوا يلا. Distance يعني المسافة. The amount of space between two objects. هي اللي space between two object or place is distance. Is a distance. يبقى هي amount of space هي كمية الفراغ. Amount of space between two objects. ما ايه؟ amount of space between two objects. Amount of space between two objects. اقفلوا كده المايك. اقفلوا المايك وانا هخليكم تقروا كل واحد لوحده. بصوا الديستانس ديت هي كميه الفراغ بين جسمين. انا مثلا بديت مشيت من هنا. هنا الستارت بتاع الموفمنت بتاعتي. اند اوف موفمنت انتهيت الموفمنت هنا. ديت المسافه اللي انا مشيتها دي بقول عليها ديستانس. ديستانس هي amount of space كمية الفراغ between two objects بين جسمين. تمام or place أو مكانين بقيسها بالمليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. بقيسها بالايه؟ ايه أدوات قياس الايه؟ الديستانس. بقيسها بالايه؟ المليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. are example of unit. unit يعني الوحدات. used in metric system النظام القياسي to measure distance. Distance. The US customary system distance might be measured in inch. ممكن أقيس الdistance دي بالإنش أو باليارد أو بالملي. You can use roller. بستخدم إيه عشان أقيس الdistance؟ Roller. Roller. اسمها إيه؟ Roller. أو حاجة اسمها متر. Roller. خلاص بقى اقفلوا المايك وركزوا معايا. او حاجه اسمها ايه؟ متر ستيك. حاجه اسمها ايه؟ متر ستيك. اسمها ايه؟ متر ستيك. اسمها ايه؟ متر ستيك. تمام او ايه؟ او يا اما المتر ستيك رولر لاصق للقياس او بستخدم الايه؟ الرولر. رولر بستخدم الايه؟ الرولر. تمام يبقى دي الادوات اللي بقيس بيها الايه؟ الديستانس. ممكن يجيب لك السؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك قول لي التعريف بتاع الديستانس. وات مينينج اوف ديستانس. تمام ويقول لك كمان الايه؟ ازاي نقيسها. الادوات اللي بتستعمل في القياس. تمام واليونت والايه واليونت. طيب تعالوا نكتبها وبعد كده نقراها مع بعض. الديستانس انا هقول لوحدي وبعد كده هخلي كل واحد فيكم يقرا عشان الصوت بتاعكم مع بعض ما يعملش فوضى. الديستانس قلنا amount of space. قولوا معايا amount of space. amount of space between two objects. amount of space between two ايه؟ Object.
يبقى هو object amount of space between two objects. amount of space between ايه؟ two objects between two between two objects. يبقى هو amount of space between two objects. يبقى نقول amount of space between two objects two object between two ايه؟ object. يبقى هو amount of space between two objects تمام؟ or two places or ايه؟ or two places or two places or places تمام؟ or places بقيسه في ايه؟ بقيسه ب بالمليمترز بالملي ايه؟ متر متر بالملي متر متر ماشي. وبالسنتي ايه؟ متر بالسنتي متر بالسنتي ايه؟ متر 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 مليمتر متر والمتر والايه؟ متر. ركزوا معايا ركزوا معايا وقيسوا كمان بالايه؟ بالكيلو متر بالكيلو ايه؟ متر. تمام. ده كده القياسات ديت بستخدمها بقول عليها متريك سيستم النظام القياسي تمام. ممكن كمان اقيسها باستخدام الانش تمام واليار والملي تمام. بس ايه الادوات اللي بستخدمها للقياس؟ المتر ستيك او الرولر. بقيسها بايه؟ بالمتر ستيك او الرولر. يو كان يوز او الادوات اللي انا بستخدمها كان يوز ايه؟ كان يوز بستخدم ايه؟ المتر ستيك او الرولر. الرولر المسطره او اثنين المتر ستيك. حمدان اقفلوا المايك ويا ريت تحترموا الحصه. اقفلوا المايك حمدان ضحى يلا بسرعه اقفلوا المايك يا حمدان. اقفلي يا ضحى المايك. قلت الديستانس هي اماونت اوف سبيس هي الفراغ بتوين تو اوبجكت اور بليسز. اليونتس اللي باخدها او الوحدات اللي بستعملها هي المليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. يو كان يوز ايه؟ بتستخدمي ايه؟ بتستخدمي الرولر او المتر ستيك. الرولر او المتر ايه؟ ستيك. يلا يا ضحى ابدأ اقري ضحى وبعدك بتول. amount of space between two objects or place. اللي بتستخدمي للقياس تستخدمي ايه؟ مليمتر سنتيمتر سنتيمتر متر متر كيلومتر متر كيلومتر. you can use ruler and meter stick. بستخدم الرولر المسطرة والمتر ايه؟ والمتر stick. يلا يا ضحى يا بتول. ماشي مس distance amount of space between two object of or place or places millimeter مليمتر. المليمتر والسنتيمتر والحاجات دي بقول عليها يونت. بقول عليها يونتس يعني الوحدات بتاعت القياس. يعني الوحدة. اليونتس بتاعت القياس. الوحدات. يلا كملي. مليمتر. مليمتر. سنتيمتر. متر. متر. كيلومتر كلاود كيونت
كيلومتر 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 you can use a you can use a you can use roller roller meter stick meter stick meter spell stick 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 يلا علي أحمد علي أحمد yes teacher ضحى اقفلي المايك يا ضحى The amount of space between two objects or place is millimeters, centimeters, meters, and kilometers. You can use ruler or meter stick. برافو علي محمد اقفل المايك يا علي احمد يلا علي محمد علي محمد Distance amount of space between two objects or place And units millimeter centimeter 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 meter kilometers you ruler. can use ruler meter تك تمام يلا يا حمدان distance يلا حمدان distance طيب يلا يا حمد يا من حمد amount of space deep to object or place use meter مليمتر مليمتر كأس سنتيمتر سنتيمتر متر كيلومتر you can use رولر لورر رولر رولر او والتانية ايه ميتر ستيك ايه ميتر ستيك ميتر ستيك اسمها ايه ميتر تمام يلا يا سعيد distance amount of space between two object or place and this unit unit units مليمتر 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 سنتيمتر سنتي سنتيمتر 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 متر كيلومتر you can use رولر رولر مترسكي مترك متر ستيك قولي الميتر ستيك ميتر ستيك تمام يلا ننقل على اللي بعدها موشن هناخد ايه موشن 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 Look at the picture of the dog in different position. شايفين الدوج هنا واخد different position. يعني مواقع مختلفة. You can see the dog is on the ground. Next you see dog come completely off ground. الأول كان على الأرض وبعد كده وقف. تمام؟ What happened to the dog? It moved. You know that the dog moved because its position it changed. البوزيشن بتاعه حصل له ايه change. كلمة motion يعني إيه؟ motion is the process of changing position. يعني عندي كلمة motion يعني الحركة. ممكن يسألني what's the meaning of motion؟ يعني إيه كلمة motion؟ يبقى motion is the process of changing position. هي العملية اللي بغير فيها الموقع بتاعي. تمام؟ You can observe motion in different way. أنا بلاحظ الموشن بعدة طرق. Some object move in straight line. Other object can move round and round. Back and forth or zigzag better.
يبقى كلمة موشن يعني الحركة، الحركة ممكن أنا أتحرك في ستريت لاين خط مستقيم، تمام، راوند خط دائري، تمام، باك تو باك، باك اند فورس يعني للخلف وللأمام، اسمها باك اند فورس أور زجزاج باترن. زجزاج يعني إيه؟ واخد حرف الزجزاج بالشكل ده، ده بنقوله عليه زجزاج إيه؟ زجزاج باترن، بنقوله عليه إيه؟ زكزاك معايا؟ باتن يعني لو باتن يعني لو لو جاب لك الصورة دي كده، دي زجزاج، تمام؟ دي كده ستريت لاين، دي ستريت إيه لاين، دي راوند، دي إيه؟ راوند، تمام؟ يبقى نكتب الموشن بقى ونكتب الأنواع بتاعتها. قولوا معايا موشن. موشن الموشن يعني ايه موشن؟ موشن يعني ايه موشن؟ بروسيس اوف تشينج بوزيشن، بروسيس اوف تشينجينج بوزيشن، بغير فيها الايه الوضع بتاعي. الموشن ديت ايه انواعها؟ ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون راوند، ممكن تكون ايه؟ راوند ان انا ماشي في طريق دائري، تمام، ممكن تكون واحد ستريت لاين، ممكن تكون ايه ستريت ثلاثة لاين ستريت. أربعة نعم نكتبها انا بصور وببعت في الجروب، ركزوا بس انتوا معايا واعرفوا النطق بتاع الكلمات. ستريت لاين، بعد الحصة راجعوا الفيديو مع الكتابة واكتبوها تاني من الجروب. ستريت لاين، بعد كده باك اند فورس، باك اند فورس يعني الامام والخلف، باك اند فورس يعني بتتحرك للامام والخلف، تمام. يبقى الموشن عندي يا اما راوند يا اما ستريت لاين يا اما باك اند فورس يا اما نمبر فور زيجزاج لاين، بتكون ايه؟ زجزاج لاين زجزاج باتر، زجزاج ايه باتر. يلا كده عشان كلنا نعرفها، قولوا معايا موشن، او ما تقولوش، موشن لا لا اسمعوني وبعد كده موشن كل واحد يقول لواحد، اسمعوني وبعد كده كل واحد يقول لواحد. بروسيس اوف تشينجينج بوزيشن هي عمليه بيتم فيها تغيير الوضع بتاعي، يا اما الموشن دي تكون راوند دائريه او تكون ستريت لاين خط مستقيم او تكون باك اند فورس للامام والخلف او تكون زجزاج لاين او تكون زجزاج باترن او تكون زجزاج ايه باترن. يلا هنبدأ بعلي أحمد وبعده علي محمد، يلا ابدأ يا علي أحمد. Motion is a process of changing position. Round, straight line, back and forth, zigzag pattern. علي محمد، نعم أبلع. يلا علي أحمد قرأ علي محمد وبعده سعيد. Motion Pre-Prox of Process of changing position. Process of. Process of changing position round straight line back and forth zigzag باترن. تمام يلا سعيد. Motion process of changing position round straight line back and forth straight line back and forth straight line back and forth zigzag بترين باترن باتر. يلا يا ضحى. موشن روز بروسيس process of changing position around straight line back and forth zigzag تمام pattern.
زجزاج باترن. يلا يا بتول. Mounting process. Process. يلا يا بتول. Process. Changing possession. Process of changing possession. 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 Round. Straight line. Straight line. Back and forth. Back and back forth. And forth. Back and forth. Zigzag. Batter. Zigzag batter. Batter. Zigzag يلا يا حمد. يلا يا حمد. Motion protect of change position around still lie back and front zigzag zigzag pattern zigzag pattern. تمام. يلا يا حمدان. يلا يا حمدان. أفضل إحنا نسمع من حمدان صوت المطر. اسمعي إيه؟ صوت المطر. حمدان إيه صوت مطر؟ بتقولي إيه مش سامعة؟ هو حمدان من الصف تالت؟ طيب measuring motion distance there are many ways that you measure motion